اهلا وسهلا بحضراتكم، مستمرين في حلقتنا عن الاحاديث النبويه وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هو وحي من ربنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الاحاديث الصحيحه هي شرح مفصل ومكمل لاوامر وقوانين ذكرت في القران. حديث النهارده بيقول: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني إيه مؤمن قوي؟ وإزاي تستمر قوي في عز أحداث وابتلاءات وفي عز ضعفك البشري؟ سيدنا يعقوب مثلا فقد بصره 40 سنة من الحزن وهو نبي، وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. برغم أنه نبي لكن كان حزين، فهل حزنه يتعارض مع كونه مؤمن قوي؟ سيدنا موسى خاف من قومه برغم أنه نبي، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فهل خوفه يتعارض مع كونه مؤمن قوي؟ السيدة مريم من قلقها اتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الحزن، الخوف، القلق وغيرهم، كل دي مشاعر طبيعي نحس بيها ما تتعارضش أبدا مع أنك تكون مؤمن قوي. إزاي؟ لأن الفرق بين مشاعر الأنبياء في قلقهم وحزنهم وخوفهم اللي ما بتتعارضش مع قوتهم، وبين مشاعرنا إحنا وتعارضها مع الشعور بالقوة، هو فرق بين إدراكهم لصفات الله وصلتهم بيه بربنا وبيقينهم بالله، وبين إدراكنا ووصلنا إحنا ويقيننا بالله. الفرق كبير قوي بين إنك تحس بالحزن والخوف والقلق وأي شعور سلبي وإنت عارف إنها حكمة بالغة مستحيل تفهمها، وتبقى في نفس الوقت مستوعب ومحترم قدراتك وطبيعتك البشرية، وبين ان يبقى غضبك وحزنك من ربنا واقداره. فطبيعي وقتها تحس بقمة الضعف، لانك بتفقد من جواك معاني السند والظهر والثقة، فبتبقى مهزوز، مفيش حاجة ينفع تطمنك، لانك فقدت الصلة او مش موصول صح بمصدر كل قوة اللي هو ربنا وبس. سيدنا يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا يعقوب من كتر شعوره بقرب ربنا منه هو بيشكي له حزنه برغم علمه إنه ده كله من أقدار الله فيه. استيعاب المعاني دي هي اللي بتفرق بين شخص مؤمن قوي وشخص ضعيف. كل واحد فينا اتخلق واتوجد لرسالة، مهما كانت بسيطة فهو عليه مسؤولية ومهام لازم ينجزها في رحلته في الحياة. فالضعف والاستسلام واليأس والشكوى المستمرة والشعور بأنك ضحية مش حجة نضيع على أساسها طاقتنا ومجهودنا وعمرنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حكمة كبيرة لوجودك وحكمة كبيرة ورا كل شعور بنحسه. والابتلاءات مهما كان ظاهرها وجع، لكن في باطنها قوتك اللي ما بتكونش مدركها ولا تكتشفها غير بالابتلاء. فما فيش وقت نضيعه. المؤمن القوي مش معناه مش هيقع، أوقات هتقع وتحس بعجز أحيانا، لكن هتقوم بسرعة لمجرد ما تستمد قوتك من يقينك في الله وفي صفاته وقدراته، فتقوم وتكمل. سيدنا يعقوب في عز حزنه قال لأولاده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اتحسسوا يعني نكمل سعي، ما نيأسش من روح ربنا. ونتاج اليقين في الله وقت ضعفك ربنا قال لها قانون قاله لنا كلنا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالثقة بالله هي خلاصة ومفتاح قوتك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هنتكلم بالتفصيل عن معاني الحديث مع ضيفنا الشيخ نادي سعيد من علماء وزارة الأوقاف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في سلسله حلقاتنا عن الاحاديث النبويه، وضيفنا النهارده الشيخ نادي سعيد من علماء وزاره الاوقاف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ نادي، معانا اول مره. الله يكرمك. يا رب دايما بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن حديث من الاحاديث المهمه قوي توضيح معانيها: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. معنى الحديث بصفة عامة: أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد، وصلاة تنفرج بها الكرب، وصلاة تقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بالبداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، كل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة، وربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. حديث من الأهمية بمكان، صدقا يعني اختيار موفق إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يعرض مقارنة بين مؤمن ومؤمن، بين مؤمن قوي وبين مؤمن ضعيف. هذا المؤمن القوي استطاع بقوته أن يستزيد من الطاعات، استزاد من فعل الطاعات وترك المحرمات، فأصبحت لديه القوة الإيمانية. وهذا معنى القوة، ليس معنى القوة قوة جسدية، وإنما هي قوة الإيمان. فبين مؤمن قوي استزاد من الطاعات، وبين آخر ضعيف لا حظ له من الطاعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعدما عرض هذه المقارنة بين المؤمن وبين المؤمن الآخر، يقول: وفي كل خير. هذه إشارة عظيمة ينبغي أن ننبه عليها. ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا الإيمان له فضل عظيم. مهما قصر الواحد منا، ومهما فرط، ومهما كان ضعيفا في لحظة ما، إلا أنه بالنهاية المؤمن. لذلك سيدنا رسول الله يقول: وفي كل خير. هذه إشارة إلى أن الإيمان هو الأساس الذي ينبني عليه كل شيء. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خيره وشره. ففي هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل خير. ثم يشير إلى نقطة من الأهمية بمكان: احرص يا مؤمن، يا عبد الله، احرص على ما ينفعك. الشيء الذي ينفعك في هذه الدنيا وينفعك في الآخرة لا تفرط فيه. الإيمان، الطاعة، طاعة الله وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبك لسيدنا رسول الله، وحبك لآل بيته، وحبك للصالحين، إياك أن تترك هذا كله، لأنه الزاد الذي يوصلك إلى الآخرة. وهذه هي معنى القوة. ليست القوة قوة جسدية كما بينت الآن، وإنما هي قوة إيمان. هذه القوة الإيمانية تتأتى بتحصيل الواحد منا للأعمال الصالحة. لذلك ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن ما هو الشيء الذي يرفع العبد في هذه الدنيا؟ العمل الصالح، وهي دي القوة، وهي دي سمات القوة. طيب احنا لو جينا نتكلم على الإنسان وصفاته البشرية، نعم، يعني الأنبياء تعرضوا لمشاعر كثيرة قوي. صحيح. سيدنا يعقوب حزنه، سيدنا موسى خوفه يعني أو غضبه. هل ده بيتعارض مع فكرة أن المؤمن يكون قوي؟ هذا الشعور شعور بشري بحت، لا يتعارض مع كون الإنسان قوي أو ضعيف. لا يتعارض هذا الشعور. قد يكون أقوى الأقوياء في الإيمان، يعني من الأعمال الصالحة يفعل، الذكر يذكر، يعني صلته بالله قوية، ثقته بالله قوية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يتقرب إلى الله بجملة من الأفعال والأعمال الصالحة. وهنا أيضا ينبغي أن نبين شيء مهم. ربي سبحانه يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن يا من تريد أن تتقرب إلى الله، تقرب بالشيء الذي فرضه عليك. يعني لا تفرط في الفرض وتفعل النافلة. فالحاصل شعور سيدنا يعقوب وقلق سيدنا موسى لا يتعارض مع هذه القوة الإيمانية. ولهم، يعني هؤلاء لهم خصوصية.
ما لا يوجد نبي من الأنبياء عرف بالجبن، لا يوجد من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف طبيعي، فخرج منها خائفا سيدنا موسى، خرج لما فعل ما فعل بتقدير الله، بأمر الله سبحانه وتعالى، وفق ما أراد وفق ما قدر، خرج خائفا. هذا الخوف وهذا الخروج لا يعني أنه ليس قوي الإيمان، ولا يعني أنه نزعت منه صفة الإيمان وصفة القوة يعني بعد ما ناخد التليفون بإذن الله هنوضح الفرق ما بين إمتى يبقى الإنسان ضعيف وهو حاسس بالخوف، وإمتى يكون على منهج الأنبياء في خوفهم أو قلقهم. معنا الأستاذة هدير. أستاذة هدير، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. كل سنة طيبين. وحضرتك طيبة، حضرتك سامعها كويس يا أستاذ نادي؟ ممكن بس الصوت نوضحه بس شوية عشان أستاذ شيخ نادي مش سامع. اتفضلي يا أستاذة هدير. معاكي، اتفضلي. بعد إذنك يا شيخ. اتفضلي، اتفضلي معاكي. أنا عندي عيل تعبان، وبعدين ليه كنت بقول للناس على الفلوس اللي أنا أكشف عليه. وبعدين إيه معلش؟ عندي عيل تعبان وبعدين؟ طيب كلمينا تاني لأن الصوت مش واضح يا أستاذة هدير. معلش اتصلي بينا تاني. نكمل موضوعنا، فكرة ان ازاي الانسان يفرق ما بين ان هو ضعفه ده او نتيجة الحزن، نتيجة التوتر، قلق، ايا كان في ظروف الحياة. نعم. على منهج الله ولا لا؟ نعم، الانسان في هذه الدنيا العظيمة الفتانة الفانية قد يتعرض للبلاء، قد يتعرض لمصيبة، يعني قد يفقد بعض من يحب، قد يفقد ولده، وقد يفقد ماله، قد يفقد زوجته. هذا القلق الذي يصيبه وقت الفقد ينبغي أن يكون هذا على منهج الله سبحانه وتعالى. كيف؟ كونه تلقى هذا البلاء وتلقى هذه المصيبة بالصبر، وتلقى هذا بالرضا والاستسلام، وإن كان خائفا وإن كان حزينا، هذا يعني هو السائر على منهج الله. عكس إنسان آخر قد يصيبه ربه سبحانه وتعالى بمصيبة ما، قد يفقد أغلى ما عنده، ولده، ابنته، أسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يحفظنا، لكنه الفرق بين هذا وذاك، لكنه استقبل البلاء بالخوف والقلق. هذا يعني أمر طبيعي، يعني حزن، أصبح مضطربا قلقا، إلا أنه لم يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى، لم يستسلم استسلام كامل لما قدره الله سبحانه وتعالى له. فلجوءه ما كانش لربنا. لجوءه ما كانش لربنا. اللجوء الحقيقي أن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وده هنوضحه أكتر في آية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ده لجوء سيدنا يعقوب. نعم. بس هدير رجع تاني. أهلا وسهلا يا أستاذة هدير. معانا يا أستاذة هدير. أيوة، السلام عليكم يا أستاذة سارة. وعليكم السلام، اتفضلي. أنا بحبك أوي والله يا أستاذة سارة. ربنا يبارك لك يا هدير، كتر ألف خيرك يا حبيبتي. أهلا بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا أستاذة هدير. هو أنا كنت نسأل يعني على سؤالي، هو إيه معنى القوة عن الضعيف؟ معنى إيه معلش؟ معنى القوة عن الضعيف. المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ هنشرحها لك النهاردة، الحلقة كلها عن الموضوع ده يا هدير. ركزي بس في المعاني اللي هنقولها لانها هتبين ان شاء الله الفروق بوضوح باذن الله. عندك سؤال تاني؟ لا، شكرا يا استاذه. شكرا يا هدير، تسلمي يا حبيبتي. شكرا يا استاذه هدير. فكره يعني اصل دي فعلا من المعاني المهمه قوي اللي عايزين نعرفها، لان الواحد بيعتقد ان لحظات ضعفه وعجزه ان ده كده مش مؤمن قوي. لا لا، هو ببساطه شديده بوضوح اكتر، المؤمن القوي هو الواصل بالله، دائما مع الله، قريب من الله، يحب الله، يحب الطاعه، يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب يعني كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول، أي شيء يقربه من ربنا هو بيحبه، فده قوي. طيب قوي مش بيضعف؟ لا بيضعف. قوي مش بيخاف؟
مش بيقلق مش بيحزن، لا بيحزن، لا يتنافى هذا مع ذاك. الضعيف هذا الذي ليس له نصيب من الأعمال الصالحة، ترك نفسه للشيطان، ترك نفسه للهوى، هو مش عارف يلجأ لمين، ترك نفسه للوساوس والأعمال التي لا يحبها الله. إلا أنه الله سبحانه وتعالى يعني قريب منه، قريب بعلمه، قد يلجأ إلى الله في لحظة ما ويتحول حاله من هذا الحال السيء إلى حال أحسن وأحسن، وقد يكون أفضل من هذا المؤمن الذي تكلمنا عليه آنفا القوي. طيب يبقى الفرق أن دي مشاعر إنسانية، مشاعر طبيعية، إنسانية طبيعية، لكن فرق اللجوء، اللجوء مش مؤمن القوي الله. بيلجأ إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لكن المؤمن الضعيف هو ما عندوش ظهر يلجأ له، بيلجأ لأعماله أو بيلجأ لأسباب متخيل أنه هو بيستند لقوته هو. صحيح. لذلك حديث واضح يبين أكثر. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن حاله بين سراء تارة وضراء تارة، يقلق ويخاف ويحزن، إلا أنه هذا شعور بشري بحت، لا يتعارض ولا يتناقض مع قوة إيمانه، مع صبره، مع ثقته بالله ولجوئه إلى الله. عشان كده سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف نعم شكر. نعم. هناخد تليفون أستاذة ريهام. أستاذة ريهام أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. أهلا وسهلا يا أستاذة ريهام، اتفضل. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ سارة؟ أهلا وسهلا بيكي، اتفضل. بحبك جدا جدا والله. أنا الله يبارك لك يا رب، كتر خيرك يا ريهام. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي معي. اتفضلي. ازيك حضرتك الشيخ؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو. ايوه سؤالك يا ريهام، احنا سامعينك. يا حضرتك الشيخ انا عايزه اسال سؤالين. اتفضلي براحتك. اتفضلي. انا في ناس كتيره اذتني. تمام. ويعني اذتني كتير لدرجه ان هي دمرت حياتي خالص. تمام. فانا ما رضيتش اعمل لهم حاجه، امي قالت لي اعمل لهم حاجه، بس يعني انا ما رضيتش اذيهم زي ما اذوني. طيب معلش يا ريهام، هي الصلاة واعتمدت ان اقرا قران وسبت ربنا، هم ربنا اللي يعمل لهم الاذى. طيب ريهام بعد اذنك، هي نوع الاذيه عباره عن ايه؟ يعني حتى لو حاجه مختصره كده من غير ما تحكي لنا القصه، بس نوع الاذيه ايه؟ اذيه في فلوس، اذيه بكلام عنك، نوع الاذيه ايه؟ هم طلعوا كلام عني، ولدرجه ان ابويا طلعني من المدرسه. طلعك من المدرسه؟ انت صغيره، انت عندك كام سنه يا ريهام؟ كنت في ثالثة ثانوي والله. يا حبيبتي. فباباكي طلعك من المدرسة نتيجة الكلام بتاعهم. طيب طلعوا كلام عني مع اني انا مش بعمل الحاجات دي. طب اخدتي يعني باباكي او اهلك اخدوا موقف مع اللي عملوا كده؟ لا، هم اصلا اقرب الناس ليه عملوا، يعني اقرب الناس ليه اللي عملت فيه كده. اتكلم معاهم، قال لهم ان ما ينفعش تتكلموا كده، حد من عندك عمل الموقف ده؟ لا، معاهم وصدق الكلام. تمام. طيب وانتي دلوقتي سؤالك ايه بالظبط؟ سؤالي يعني انا ما يعني انا بصلي وبقرا، يعني اعتمدت ان انا اصلي واقرا قران واسبح وما رضيتش اعمل لهم حاجه، فهل كده انا صح ولا غلط؟ احسنت. تمام. طيب احنا هنرد عليكي يا ريهام، ليكي سؤال تاني. سؤال تاني، انا بقى يعني في صلاه الظهر بعد الركعتين بصلي بشهد نص التشهد. تمام. فهل كده انا صح ولا غلط؟ حاضر يا ريهام، هنرد عليكي وربنا يجازيكي كل خير. شكرا. ان انت في السن داون وعندك الوعي انك لله تسالي وتتعظي، والله المكالمات دي بتاثر قوي. الله. ربنا يبارك يا رب، ان يبقى في اصلا وعي الجا لمين. كويس. وهي دي بقى سمات المؤمن القوي. كويس. كويس. فكره ان حد يكون اذاها بس هي ملهاش حيله، لان هي تبع اسرتها ووالدها، يعني هو وليها، ما اخدش موقف ومشي مع موقف الاسره الثانيه اللي كلمتها. كونها صبرت ولجأت الى الله وعفت، هذا خير لها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كنها صبرت، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن برضو يعني هذا برضو شيء قد يكون سلبي، إنه أنا يعني حصل لي حاجة أو سلبية منها ولا من أهلها؟ لا، هي الإنسانة ضعيفة، ضعيفة أهلها المسؤولين عنها، مفترض إن هم يبقى لهم موقف ما، بحيث إن الخطأ ما يتكررش، لأنه السلبية دي قد تحسب بانه خلاص بقى انا مش هقدر اتكلم، انا ضعيف خالص لدرجه انك انت لو شتمتني انا مش هرد عليك. وخرجها من المدرسه. وخرجها من المدرسه. فده الامر ده مرده لاهلها،
وقد تكون دي رسالة إن هم ينتبهوا، لأنه الأشياء دي أصلا سلبياتها على الشخص متعبة، قد تكبر تتزوج يبقى عندها عقدة، محدش بيرد محدش بيتكلم. صح. لكن هي كونها صبرت هذا يعني صبرها هنا قوة. قوة، لكن السلبية إن يبقى في موقف المفروض يتاخد وما يتعملش، ده ضعف. ضعف، فلازم نفرق ان مش أيوة. فكره ان انا يعني ابقى مؤمن قوي، ساعات ناس يقول لك المؤمن ده طيب اصله، لا بيعتبروها ان انا نوع من السذاجه. لا، وفي بعض الناس بتفرق انه انا لو شتمت ورديت يبقى انا قوي. بالظبط. لا خالص، لا كده ولا كده، لا ولا كده ولا كده. المعتاد انه انا حد اذاني انا هقدر ارد بما يناسب بدون ما الفظ لفظ مش كويس، خلاص انا اديته قلت له اللي ينبغي ان يقال. وصبرت واحتسبت هذا لله سبحانه وتعالى. هي بتقول كمان موقف والدتها، وده وعي منها عالي ربنا يبارك لها. نعم. ان هي مامتها قالت لها ممكن نأذي. هي الفكره يا شيخ نادي ان احنا مش مساله ان انا حد اذاني فارد باذيه بالمثل، يعني مثلا حد اتكلم عنها. صحيح. هل المفروض عشان ان هي تبقى رد بالمثل تتكلم عنهم في ظهرهم؟ لا خالص، مش ده تخليص الحقوق خالص خالص. لذلك نبينا يقول فيما معنى الحديث القوه الحقيقيه، القوه الحقيقيه بتكون يعني القدرة الحقيقية بتكون وقت أنا قادر أخد حقي بس عفيت. العفو القدرة عند المقدرة، أو العفو عند المقدرة. أنا قادر أخد حقي، أنا قادر أن أنا يعني أرد باللي أنت بتقوليه، قادر أن أنا أتكلم، قادر أن أنا أروح، قادر، لكن أنا عفيت. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهي في وضعها كمان وضع صبر، فيعني يا ريت لو في حد من اهلها. صحيح. انه يتكلم مع الاب، لان فكره انه يطلعك من المدرسه وشعورها ان هي كده مظلومه. فيا ريت يا ريهام لو ان انت تسعي انك تلاقي حد يكون عمك، حد قريب، صديق والدك، يتكلم عليه، يكلمه باسلوب طيب. يا ريت، او والدتك انها تاثر. لو قدرت فربنا يعمل لك الخير، وارجعي كلمينا تاني قولي لنا تطورات الموضوع ان شاء الله. معانا على التليفون ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذه ساره؟ اهلا وسهلا يا ام محمد، والله صوتك بيدينا امل كده. يا رب يخليكي يا حبيبتي، ده من ذوقك واحترامك. ربنا يخليكي. ربنا يبارك في حضرتك يا ام محمد. ببعت تحياتي للشيخ نادي، ربنا يعيد علينا الايام جميعا بخير يا رب. يا الله يبارك في حضرتك يا ام محمد. الله يبارك بكم جميعا. اتفضلي يا ام محمد. اللهم يزيد فضلك يا حبيبتي. انا عايزه اسال بس الشيخ مع على تعاملات البشر. بقت محيرة شوية قوي. يعني يعني انا تعبت نفسيا من الناس، ان ما عطيتنيش تبقي وحشة، ان ما طمعتش فيكي وخدت اللي انا عايزاه تبقي وحشة، يعني الاثنين صعب. يعني اكون وحشة صعب. مش هتعرفي ترضي حد. مش عارفة والله، تعبت نفسيا لدرجة ان انا اختصرت اغلبية البشر بس ما بأذيهمش. الحمد لله ما بأذيهمش. لكن وفي سؤال تاني برضو بعد اذن حضرتك. في واحده منقبه وعارفه ربنا وبتصلي وقال الله وقال الرسول وكله ده على عيني وراسي، بس هي عامله مشروع تبع الاطفال يعني زي حضانه. ممكن تطلب مبلغ اكبر من المستحق للشيء. تمام. ودايما مش غلطانه، ودايما مش هي اللي غلط، ودايما يعني بصراحه التعامل معاها صعب. تمام. فانا مش عارفه دي ولازم اتعامل معاها عشان العمل. يعني هي زميله معاكي في العمل ولا هي يعني هي ممكن تكون رئيسه حضانه، يعني هي صاحبه الحضانه. لا معلش انا بس عايزه استوضح ده، يعني انت ليكي تعامل مادي معاها بشكل مباشر فبتطلبك ان انت تدفعي ده، انت مضطره لده؟ لا هي بتطلب من الاهالي من اولياء الامور. ايوه يعني مثلا حاجه محتاجه 10 جنيه لا تطلب 15 20. لا كنوع من التجاره، اصل البيزنس زي ما بنقول. هي مثلا مقدره ان انا اللي هيدخل لي في الحضانه مثلا الطفل، انا عايزه احط الثمن او يعني المصاريف برقم معين، فدي كنوع من التجاره. والحاجه تقصدي حاجه ثانيه؟ ما هو انا شايفه ان الرقم مبالغ فيه، بس مستحرم يعني الحاجه تستاهل 10 جنيه ليه تطلبي 20؟ انا بقى مستحرمه الوضع ده. طب هقول لحضرتك حاجه، الاهالي موافقين وبيدفعوا. بيدفعوا، لكن مفيش حاجة ضميريا ما بتتعملش، يعني مثلا مش بتقول للأهالي مثلا أنا هقدم كذا وكذا وكذا وفي النهاية يعني في غش في البضاعة زي ما بنقول. لا ممكن تقول حاجتين ثلاثة أربعة هقدمهم، تقدم منهم اثنين.
طيب تمام، سؤال حضرتك ايه في الموضوع ده؟ هل ليه يعني علاقه بشغلك او معاملاتك معايا ولا لا ايه؟ لا، هل ده يعني هل ده يجوز؟ يعني انت منقبه، لواحده منقبه وعارفه ربنا وكلامها جميل جدا جدا، حضرتك بصي تسمعي كلامها تمام، يعني لا اله الا الله، فانا زعلانه، انا زعلانه، يعني ليه ما بتقوليش كلام تعملي بيه؟ تمام، بس هو ده سؤالي. احنا هنرد على حضرتك يا ام محمد، وهي مبدئيا طبعا يعني، والكلام لحضرتك يا شيخ نادي، فكره اصل نقاب او غير نقاب في نهايه نفوس بشريه، فده نوع من المظاهر طبعا، المفروض انها اكيد انعكاس صوره، لكن في النهايه النفس البشريه. صحيح. زي ما كتير بيبقوا واخدين انطباع لا عن الشيخ ملاك ما يغلطش، لا هي في النهايه كلنا خالص. كلنا بشر خالص. وكل واحد عنده نقاط ضعف. نرد على سؤالها الاولاني، ان هي بتقول المعاملات مع البشر صعبه قوي، وهي يعني تعبانه نفسيا بسبب ده. الدين المعامله. ونبينا يقول في الحديث الذي يرويه الامام البخاري في الادب المفرد: مخالطه الناس والصبر على أذاهم خير من عدم مخالطتهم ومن عدم الصبر على أذاهم. أنا لو كل واحد أنا تعاملت معاه وما قدرتش أتعامل معاه كويس وسبته ومشيت، يبقى أنا هسيب الدنيا كلها. ده حقيقي. الناس فاهمة مقولة سيدنا عمر بن الخطاب: اعتزل ما يؤذيك، إن أنت تهرب بقى من كل حاجة. خالص. لأن كل حاجة بالنسبة لهم بقت أذية. أنا خلقت في هذه الدنيا للتعمير، لمخالطة، للمعاشرة، كل هذا يجعلني أتصلب أكتر وأزداد خبرة وأزداد قوة وصلابة وثقة بالله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يعني أصبر وأنا معتزل الناس خالص؟ ما أنا لازم أواجه ولازم أصبر ولازم أحتسب. بالضبط، هي الفكرة كمان يا أم محمد، إن هو ده، إحنا في امتحان، إحنا في لجنة كلنا مع بعض، اختبار من الله. بالضبط، فأنت أعملي اللي عليكي وخليكي متوقعة إن البشر ربنا قال ألهمها فجورها وتقواها. وتتذكر فكل إنسان في الاتنين، وتتذكر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن الواحد منا إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء. لا، وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أحسن، وإن أساءوا لا تسيء. بالظبط، اللي بيعمل بقى كده وبيقدم الإساءة بالإحسان زي أم محمد، فكرة إن هي بتبقى تعبانة نفسيا، فالتعب النفسي ده علشان يهدى خليكي عارفة إن دي طبيعة البشر، وإن أنت احمدي ربنا إن أنت بتعرفي تحلي صح، وإن دي أسئلة بنتعرض لها كلنا. صحيح. فده بقى علاجه الوصل المستمر والعلم والفكر. إحنا هنطلع فاصل ونجاوب على سؤالك تاني يا أم محمد إن شاء الله بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. كان سؤال الام محمد التاني، فكره ان هي بتتكلم في شقين مهمين قوي نوضحهم. عندها حد مديرتها في المكان اللي هي شغاله فيه بتطلب سعر اكبر من الخدمه اللي هتتقدم. فهل ده مقبول ضميريا ولا لا، خاصه هي بتقول ان هي منقبه فالمفترض انها تكون ملتزمه، فعايزين نوضح الجزئيتين. اولا الجزئيه الاولى حضرتك اشرت اليها، انه مش كل واحده منقبه او شيخ نحسبه أنه هو إنسان معصوم من الخطأ. دي فكرة يعني عامة ينبغي أن ننبه عليها. صح. إنه إحنا كلنا بشر وكل واحد ليه أبوابه في الدخول إلى الله، كل واحد يخطئ ويصيب. بالضبط. يخطئ ويصيب، دي الفكرة الأولانية اللي بعض الناس يعني كأن الشيخ خلاص ما ينفعش. بس المفتاح يعني دي برضو بتبقى حاجه نفسيه. يا شيخ نادي، فكره انك تشوف مثلا راجل عادي بيعمل فعل غلط. نعم. غير ما بتشوف شيخ. نعم، ما هي دي الفكره. الفرق بيكون ايه بقى؟ دي الفكره انا كنت هقولها دلوقتي. دي مبدئيا النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، انه لا شك انه الزي الرسمي للاسلام ولظهور الاسلام ورحمه الاسلام ووسطيه الاسلام بتفرق. يعني واحد مربي لحيته لابس زي، لما يحصل منه خطأ بيحس الناس، وده تعرفنا عليه، وهذا أمر معلوم يعني، إنه لا ده خطأ منه كبير لما يحصل منه، مش زي ما يحصل من غيره. ولما يحصل من ست عادية مش زي ما يحصل من ست منقبة، المفترض إن هي بتظهر سماحة الإسلام، بتظهر رحمة الإسلام. هي اللي اختارت المسؤولية دي. نعم، هي اللي اختارت. فتستحمل. أيوة تمام. النقطة الثالثة الأخيرة اللي هي طبعا بنتكلم فيها، إنه حتة إن هي بترفع في السعر او كذا، الامر ده مرده يعني للنظره العامه للي حواليها. هل السعر ده هو نفس السعر عند ناس تانية في مع اللي حواليها، مع الخدمه اللي بتتقدم، مع الخدمه هي لو شافت انه السعر هو او فرق بسيط، الا ان الخدمه بتقضيها زي ما ينبغي زي ما يكون، خلاص مش هتفرق كتير يعني. ايوه. لكن لو لقيت الفرق شاسع او الخدمات اللي بتتقال ما بتتفعلش، خلاص ليها ان هي طبعا
تختار خدمة تانية أو تلجأ لأمر آخر بحيث أن الخدمة تكون متوفرة. طب هي كونها شغالة في مكان زي ده هل عليها أي وزر أنها ما بتبلغش الناس؟ يعني مثلا فرضا ساعات في حضانات لو هاخد صحيح. على مثال احنا هنقدم وجبات للأطفال كذا كذا والأطفال مش شرط يقولوا هناكل إيه فيعملوا لهم وجبة تانية خالص غير اللي اتقالت فرضا نعم. كمثال هي لو شافت حاجة زي كده وهي شغالة في المكان هل دورها أنها تسيب المكان ولا تبلغ الأهالي كامل؟ دورها أن هي إيه؟ تبلغ توعي تبين تبلغ مين؟ تبلغ المسؤول مسؤولين عن المكان والأهالي نفسهم ما هي لو بلغت الأهالي هي كده عملت فتنة في المكان أو خلاص بتسيب الشغل بقى هي مش قد لا تحسب إن هي فتنة في كتير من الأحيان إحنا بالذوق وبالأدب والله في واحد اتنين تلاتة ما تعملش أو ما حصلش أنت قلت واحد اتنين وما حصلش فإحنا بنبين وبنوضح بالراحة طيب ما استجابوش هل تسيب الشغل؟ ما استجابوش والله إن لقيت فرصة تانية عشان ما تسيبش وبعدين تقعد وهتاكل ازاي يعني وهتاكل منين او قد يكون ده دخلها الاساسي او بعض الناس يعني اللي بتعولهم محتاجين ليه هنقول انها تسيب الشغل وتروح تاني لا هل نوع من السلبيه انها في موقف زي ده تبلغ الاهالي خلي بالكم الخدمه مش متقدمه كذا كذا ولا ده عدم حكمه البلاغ يكون بالحكمه والا لو ما فيش حكمه مش سلبيه ولا حاجه ليس سلبيه تمام لو في حكمه وقدرت ان هي تبلغ بدون فتنه بدون ما تزعل حد ايوه في النهايه عشان بس يبقى الساده المشاهدين عارفين مش كل الناس هيكونوا راضيين عني يعني انا لما اشوف خطا وانا اسكت عنه حضرتك تسكتي عنه وده يسكت عنه بحجه انه ما فيش عشان ما حدش يزعل مني طب ما حدش هيبان الخطا ده لا هي ساعتها هتضطر تسيب شغلها طبعا هي كده اكنها يعني صاحبه المكان هتشوفها اذتها يعني انا مش بتكلم عليها بالضبط ده وجه عام مش ده الفيصل يعني انه كل الناس لازم تكون راضيه ايوه طبعا رضا الناس مهمة. غايه لا تدرك ده غايه لا تدرك ايوه لازم حد يكره وحد يحب بالظبط يعني احنا ممكن نقول انت يا ام محمد بتاخدي بالاسباب على قد ما تقدري لو انت شايفه فعل في مثلا حد بيسرق حد بيعمل فعل دي صحيح. لازم نتكلم لازمة. فيه لكن لو حاجه ضمنيا والاهالي موافقين على السلعه اللي بتتقدم خلاص. زي ما بتقعد في مطعم تشرب كوبايه شاي ب 50 جنيه مطعم تاني على قهوه ب 2 جنيه خلاص بالرضا فانت بالظبط كده وبالمسامحه ايوه فربنا يعمل لك الخير وشاركينا برضه يا ام محمد قولي لنا ايه الاخبار في جزئيه مهمه في موضوع المؤمن القوي ان احيانا مثلا كمثال ام محمد ان هي شايفه انا بعمل دايما الخير انا كذا لكن احيانا في ناس بقى اكتر واكتر تعيش دور الضحيه مش بتكلم طبعا على ام محمد انا بتكلم ان ساعات حد ينجرف في المعنى ده صحيح. فيحس بقى انا ضحيه وانا خلاص ما بقتش قادر ومش قادر ده ايه علاقته ما بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف هو ده امر ملموس في الواقع انه لما الانسان قد يحصل له شيء معين هو بالنهايه عنده كانت مشكله قبل كده فالمشكلة تراكمت على المشكلة بالظبط فحسوا ان هو وانا يعني انا الوحيد اللي على الدنيا دي قد يقول هذا يعني ايوه هذا يعني ينبغي ان يقابل بمعنى صحيح انا قد اصبت بشيء وشيء 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 اشياء جملة اشياء تمام مش معنى كده انه خلاص انا هم مستعندين يعني لا ليس معناه هكذا لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الجزئية أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فكون ربنا سبحانه وتعالى يعني دائما في اختبار هذا حبه لي يريد أن يرفعني لأنه الحكمة يكتشف قوتك لأنه الحكمة قوتك. نعم لأنه الحكمة من البلاء قد يكون محو للسيئات وقد يكون رفعة واكتشاف للذات اكتشاف للقوة هل أنا هقدر هيبقى عندي صلابة وقوة وصبر والتجاء لربنا ولا أهرب واعتزل بشكل سلبي صحيح. مش بشكل إيجابي لذلك بنقول للوعمل يقول ده أنا ضحية ومش ضحية لا ما تهربش لا تعتزل الناس اخرج للواقع تعامل مع الناس تعامل مع الله كأنك يعني تراه كأنك تجله وكأنك تحبه هو يعني سبحان الله يا شيخ نادي فكرة أسماء الله الحسنى مليانة صفات كتيرة صحيح. أحيانا تحس أن أنا في الموقف ده ربنا حطني فيه عشان أتعامل باسم الله هنا الغني أستغنى صحيح. وهنا اتواجدت عشان أتعامل باسم الله الحكيم فأكتسب صحيح. حكمة فبتكتشف في احتكاكاتك مع البشر أنك بتتعرف على ربنا هي مهمة جدا الاحتكاك مع البشر ما حدش يقول أنا الضحية والاعتزال أحسن لي لا ينبغي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون صحيح. وكان ربك بصيرا صحيح. فالإنسان في هذه الدنيا لابد أن يصبر ولابد أن يحتسب ولا يظن
انه النعمة العظمى في العطاء، في الفلوس وفي الذرية. لذلك سيد ابن عطاء الله السكندري له حكمة عظيمة في هذا المعنى، وهذه يعني ترشدنا إلى حتة الرضا بالقضاء والقدر، يعني تكملة لهذا الحديث العظيم. لما سيدنا رسول الله قال استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. يعني بعض الناس بيظن انه خلاص بقى قمة السعادة في الفلوس اللي هي جدي خلاص، او اي عطاء، وقمة السعادة في الذرية، وقمة السعادة في الشغل، في الشغل مثلا. ربما أعطاك هذا كله لكنك حرمت لذة المعرفة، لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، الطمأنينة وراحة البال، لذة السكينة، صح، لذة راحة البال. ربما تحرم من لذة العبادة، من لذة قراءة القرآن، من لذة سماع يعني حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التأمل في المعاني دي كلها اللي بتخلق منك شخص عنده كده قوة دفاعية، فيبقى قوي في المواقف، شخص ذاتي يعتمد على ذاته، ليس اعتمادا كليا، وإنما اعتماده الكلي على الله، إلا أنه يظن في ذاته أن هذا الذات ذات قوية، ليست ضعيفة، ليست يعني يستهان بها. عند الشدائد تظهر، وعند المصيبة تظهر، وعند النكبات والمحن تظهر، لأن هو ربنا قال قانون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فطالما جالك الابتلاء ده يبقى أنت على قده، هتقدر تستحمل. صحيح. فكرة أن إحنا أحيانا لازم يعني نؤمن بفكرة أن الإنسان لازم هيجيله أوقات يقع فيها، أوقات يحس بعجز فيها. الصحابة في غزوة أحد حصل لهم الانتكاسة دي، صحيح، أو يعني الشعور باليأس أو بالإحباط، فنزلت فيهم آية للناس اللي قاموا، جات لهم همة سريعة وتغلبوا على اليأس الوقت، صحيح، ده الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نتكلم عنهم. الصحابة الكرام نموذج يقتدى بهم ويحتذى بهم. هذه الواقعة المعروفة المشهورة التي حدثت في غزوة أحد، وهي معلومة، لما خالفوا يعني أمرا ما من أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدلنا على فضل الاستجابة لله، الاستجابة لسيدنا رسول الله، وأن التعامل لا يكون بالهوى، ولا يكون وفق ما أريد، وإنما وفق ما يريد هو مني، وفق ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنهم في هذا الوقت قد أحسوا بشعور، لكن هذا الشعور ليس كما يظن البعض أنه شعور اليأس والقنوط والجزع، لا، إنما حصل ما حصل بسبب أصلا خوفهم على سيدنا رسول الله، فكان اجتهاد هؤلاء اجتهاد يعني له أجر، أخذوا عليه أجر، إلا أنهم في هذه الواقعة أصيبوا بهزيمة، لكنها حكمة الله سبحانه وتعالى، نتعلم منها كيفية أو مدى حبنا للقائد، ومدى تعظيمنا وتقديرنا لأوامره. هو شعور زي شعور غضب الأنبياء، زي شعور حزن الأنبياء، برضو الإحباط، لأن ده الإحباط حاجة في النفس البشرية. نعم، شعور فنقول إيه مثلا، هو يعني مقبول، يعني شعور مقبول، بشري مقبول، إنه أنا أخاف، أقلق، يعني أحزن، أحبط شوية، لكن ليس الإحباط الذي هو يأس وجزع من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يعقوب، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. دي النقطة المهمة قوي اللي لسه كنت هتقول، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صح، فكرة تحسسه، يعني برغم حزن سيدنا يعقوب، نعم، ده ما منعهوش من السعي خالص نهائيا، وإن أنا لما يحصل لي حاجة خلاص بقى أنا هقعد للحاجة دي عشان هي حصلت لي، لابد أن أسعى للخروج من المأزق، للخروج من المصيبة، لا أجلس هكذا متكئا أو أضع يدي على خدي وأقول بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يتصرف. نعم، الله سبحانه وتعالى يتصرف وفق ما أراد، وفق ما شاء، إلا أنني ينبغي أن أسعى، أبذل قصارى جهدي للخروج من هذه المصيبة بالحكمة،
بالرضا بالاستسلام. الصورة اللي حضرتك بتقولها المشهد ده اللي بيفرق بقى شخصية ناجحة قوية، نعم، بتقف قدام المواقف بتحدي مقبول وبكمل سعي، عن شخصية فعلا ضعيفة بتتهزم وتفضل قاعدة منتظرة خلاص ان الحلول تجي لها لحد عندها. وهذا المراد من حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي هو الذي تعلق بالله وأخذ بالأسباب وتوكل على الله وأخذ بالأسباب، والضعيف هذا قد لا يعني قد لا يكون متعلقا أكثر، وقد يكون تارك لهذه الأسباب فضعف واستكان وحصل ما حصل له. فالقوة لا تعني إن أنا أترك الأخذ بالأسباب، بالضبط، لا تعني إن أنا يعني أترك الأخذ بالأسباب وأنحيها على جنب. لا، سيدنا رسول الله مع قوة إيمانه وقوة صلابته، إلا أنه في الهجرة أبسط يعني مثال يعني أخذ بكل الأسباب التي توصله إلى النجاح، وأنا في هذه الدنيا مفترض أن أنا بأخذ بكل سبب يوصلني إلى النجاح. ودي الخطوات اللي في الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني دي خطوات. ما أحوجنا إلى هذه الكلمة العظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين، في كل يوم نقولها مرارا وتكرارا، نعبد ونستعين، نستعين بك على قضاء الحوائج يا الله، ونستعين بك على يعني الحسنات، القوة والصمود، نعم، ونستعين بك على القوة والشموخ، ونستعين بك يا الله على القدرة علنا نلقاك وأنت راض عنا. نستعين بالله في كل لحظة، في كل نفس نتنفسه الاستعانة ينبغي ألا تنفك. وسبحان الله يا شيخ نادي، يعني ربنا من لطفه يعني انه يلفت نظرنا ان الصحابه اللي هم تعبوا او احبطوا شويه بعد الهزيمه، ان هو ربنا بيقول لا ليهم مكانه عامله ازاي، بيلفت نظرنا ان اللي وقع وقام، لا انا معاك ان انت عملت. أيوة. ده فدي خطوه كبيره قوي، احسن من اللي وقع وما قامش. بالظبط، يعني اللي يقع انا ممكن اقع، بس الوقعه لا ينبغي ان يعني تطول خالص. دي من علاماتها، من علامات القوه، من علامات القوة الكامنة في القلب والكامنة في الذات، إن أنا أول ما أفكر إزاي أقوم، مش إن أنا خلاص بقى أحبط وما أفكرش أنا هقوم إزاي، ده أنا خلاص بقى دي أخرتي. لا، من علامات قوة الإيمان التفكير في الخروج من المأزق، مهم قوي التفكير، التفكير في الخروج من المصيبة. لذلك يعني مع احترام الحزن اللي جواه، مع احترام الحزن، هذا لا يتنافى كما قلنا، لا يتنافى تماما مع هذه القوة. لذلك سيدنا يونس أظن لم يستكين ولم يتهاون، مع أنه نبي من أنبياء الله، أولا له يعني فضيلة عظيمة وفضل عظيم، كان في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، ظلمات فوق ظلمات، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في هذه الآية نقول للسادة المشاهدين، هذا ليس قانون خاص بسيدنا يونس، وإنما هو قانون عام، قانون عام لكل من التجأ بالله والتجأ واستعان بالله. هو استعان بالله والتجأ واحتسب وصبر وتجلد وآمن إيمانا حقا. الله سبحانه وتعالى لما رفع يده بالتذلل هذا والخضوع ويعني حسن الدعاء وحسن الكلمات، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سرعان ما استجاب الله له فاستجبنا له. هي النقطة دي عايزين نركز كمان على جزئية، فكرة معاني الاستجابة، إن مش شرط إن هيكون اللي أنت في دماغك أو اللي أنت مخطط له هي دي الاستجابة. لا خالص، ممكن الاستجابة إن ربنا ينجيك خالص على طريقة ربنا بقى، مش خالص بطريقتنا احنا ولا بفكرنا احنا. لذلك ده بنقول إنه المؤمن ينبغي أن يقيس الأمر بمنهج ربنا مش بمنهجه هو، بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسط المعتدل، مش بمنهجه هو، مش بهواه، أنه أنا حصل لي شيء أنا بدعي ربنا أنه الشيء ده يعني ربنا يزيله،
طيب ربنا ما زالوش الوقت، مش معنى كده ان انا خلاص يعني اخطأت وهبطل ادعي ربنا وخلاص مش هستجيب لي تاني خالص. بالعكس، هذا البلاء يجعلني مصر على الإلحاح في الدعاء. وشوف أنا مقصر في إيه، يجعلني مصر إن أنا أبحث في شيء أنا مقصر فيه وأعمله عشان ربنا يستجيب. وقد يستجيب لي كما حضرتك فضلت، قد يستجيب لي لكنني قد لا أفهم الحكمة الآن، واستجاب لي في أمر آخر بس مش اللي انا عايزه. غير مسارك في اتجاه غير اللي انت عايزه. عشان كده ربنا بيديك مش اللي انت عايزه، بيديك اللي انت محتاجه. صحيح. ففرق صحيح. كبير ما بين اللي انت عايزه واللي انت فعلا محتاجه، وربنا اعلم بيه ويعلم السر واخفى. في جزء في الحديث مهم قوي، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا. حدود الندم. الندم الممدوح هو الذي يوقظ الانسان من غفلته. لذلك النبي قال الندم توبة. الندم توبة هو الذي أنقذني من بؤرة المعصية إلى رحمة الطاعة، يعني نقلني من المعصية إلى الطاعة، نقلني من الضلالة إلى الهدى، نقلني من الطريق المعوج إلى الطريق الصحيح. هذا هو الندم الممدوح. وليس الندم المراد إن أنا أقعد أتحسر وأقعد بقى حاطط إيدي على خدي، ده أنا عملت كذا، ده ما ينفعش إن أنا كنت عملت كذا، ويوم ورا يوم وانا لا بقضي فريضه ولا بذكر ربنا ولا بقرا الورد بتاعي، ابقى ضيعت اللي فات واللي جاي، ضيعت كل شيء. ايوه خلاص. وبعدين بيبرر لكلامه وبرر لفعله ان انا بندم. ليس هذا هو الندم المراد، مش دي النفس اللوامه. لا خالص. النفس اللوامه تعمل ايه بالظبط؟ النفس اللوامه هي التي تلوم صاحبها على فعل ما يغضب الله ثم تدلك على فعل ما يحبه الله. سرعان نقولها تاني يا شيخ نبي. النفس اللوامة هي التي تلومك على فعل ما يغضب الله. لامتك، انت عملت كده ليه؟ ما كانش ينفع انك كنت تعمل كده خالص. لحظتها أيوة. ثم تستيقظ وتفيق وتدلك على ما يحبه الله ويرضاه. مش وسوسة واللوم ان انا وحش وربنا هيحاسبني ازاي، مش ثم ترقيق من هذا المقام الى مقام النفس المطمئنة. حتى برغم انك مذنب وان برغم انك مذنب لكنك عدت الى الله. عودتك الى الله لها شأن، قربك من الله له شأن، استغفارك من الله له شأن. ده تكملت الحديث، الجمله دي اللي هي فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الله. طيب ازاي يعني عشان بس نفهمها، ان دي نعم. حاجه ممكن تبقى في دماغنا. نعم. ازاي قدر الله ما شاء فعل وانا حاسس ان انا اللي غلطان؟ طب فين هنا قدر الله؟ ده انا ذنبي انا. الله سبحانه وتعالى لو علمنا أن كل ما يحصل في هذا الكون، كل شيء بتقدير الله بمشيئة الله، لفهمنا هذا المعنى. يعني لو وقفنا عند حديث سيدنا رسول الله كان يعلم إحدى بناته، ما شاء الله كان وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. معنى هذا الحديث أن ما شاء الله حصوله في الأزل حصل، وما لم يشأ حصوله لم يحصل. إن فهمنا معنى القدر وآمنا بهذا، لأنه من جملة الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وفهمنا أن كل ما يحدث من خير وشر، إيمان وكفر، ضلالة وهدى، كل شيء بتقدير الله بمشيئة الله، لانتقلنا من مرحلة هذه المرحلة التي قد يشعر بها بعض الناس، مرحلة ضعف واستكانة، إلى مرحلة رضا وسكينة وطمأنينة. كان في المعنى ده يا شيخ نادي، كان أحد العلماء بيقول حاجة على ما أذكرها، فكرة إن أنت لما تغلط وتتوب نعم. فده تحت معية الله، ربنا أراد لك إن أنت عارف أنت نفسك ضعيفة هتغلط وتستغفر، إن دي أصلا من قوانين خلقنا إن إحنا الإنسان خطأ. صحيح. فده تحت معية الله، لكن لو بتغلط ومش بتتوب فدي من فعل الشيطان. صحيح. فهنا قدر الله ما شاء فعل جت بعد شعورك بالندم. صحيح. ما تكملش فيه وقول ربنا قدر لي ده نوع من التهذيب واكتشاف قدراتي. أحسنتي. قدر الله وما شاء فعل أيضا مش معناها ان انا ابقى يعني سلبي بقى وخلاص، ربنا خلاص هو اللي قدر. اللي اراده عمله لي. ايوه. واللي قدره لي حصل، فانا بقى خلاص هقعد بقى مستني هو عايز مني ايه تاني، يعني هيعمل لي ايه تاني؟ لا. قدر الله ما شاء فعل، رضاك بما قدر الله
هذا يخرجك من دائرة الضعف إلى دائرة القوة التي هي في الحديث. رضاك وقناعتك بكل ما جلبه الله لك يخرجك من دائرة الضعف إلى دائرة القوة. لذلك ينبغي علينا أن نفهم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش الضعف إن أنا يعني خلاص مش معايا فلوس. بعض الناس بيحسبوا الضعف إنه قلة حيلة مظاهر. مش الضعف إن أنا مش عندي بيت، لا. وإلا يعني هؤلاء الأكابر الصحابة الكرام الأولياء الصالحين، هؤلاء الذين قد يعني مروا على بلاد شتى، وقد يعني قد لا يكون لهم مأوى ولهم مسكن، إلا أنهم بذكرهم باستغفارهم بصلتهم بقربهم من الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما يريدوا. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ نادي على المعاني الجميلة دي، وحضرتك نورتنا النهاردة. ربنا يبارك في حضرتك وشكرا جدا لحضرتك. وهي الختام كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لو دي أخذناها بيقين وثقة بإذن الله، يعني ربنا يجعلنا من المؤمنين الأقوياء. شكرا جدا لحضرتك، وأشوفكم بكرة على خير بإذن الله.